لو سألت أي طالب الآن من هو محمد؟ يقول لك محمد رسول، مثل موسى رسول الله، مثل عيسى رسول الله. لا، يختلف، في فرق، في فرق بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة موسى ورسالة عيسى ورسالة جميع الرسل. رسالة محمد تختلف. ما هو وجه الخلاف؟ كل رسول أرسل إلى قومه خاصة إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل للعالمين. موسى رسولا إلى فرعون وبني إسرائيل وأخو هارون معه، وبني إسرائيل بعث فيهم رسل كثير، آخرهم عيسى بن مريم، ورسولا إلى بني إسرائيل كما قال الله على لسانه. إذن كل أمة بعث فيها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير إلا محمد. محمد بعث لمن؟ للعرب؟ لا. للعجم؟ لا. لقرن من القرون؟ لا. بعث للإنس والجن، للعرب والعجم، بعث للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا سئلت عن محمد صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا الرجل، فأنت ماذا تقول؟ إذا قلت رسول الله، يجب أن تعلم قدر الرسالة التي بعث بها الرسول وقدر الرسول الذي بعث بالرسالة. فالرسالة أعظم رسالة، لأنها جمعت الرسالات كلها. ما بعث رسول برسالة إلا وأدمجت رسالته في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لوط بعث بالتوحيد والأخلاق، وإذا كان هود عليه السلام بعث بالتوحيد أيضا ووفاء الكيل، وشعيب بعث شعيب بعث بالتوحيد ووفاء الكيل، وعيسى عليه السلام بعث بالتوحيد والعدل، وكذلك كل نبي بعث بالتوحيد وبعث بمهمة مع ذلك التوحيد. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بذلك كله. داود بعث بالتوحيد والموعظة، كان الزبور موعظة يقرأه على الناس ويقرأ في جلسة واحدة. الزبور ما هو إلا صفحات، ساعة واحدة وتنتهي من قراءته، لكن مع ذلك كتاب أنزل على داود يتغنى به، وصوت داود جميل جدا وهو يتغنى بالزبور، حتى إن الجبال أوبت معه والطير أوبت معه. ولكن ما أعطيه داود في زبوره موجود في قرآننا، وما أعطيه موسى في توراته موجود في قرآننا، وما أعطيه عيسى في إنجيله موجود في توراة في قرآننا. إن هذا، يعني هذا القرآن، لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، ما أنزل عليهم شيء إلا وأنزل علينا مثله في قرآننا، بل أنزل علينا في قرآننا ما لم ينزل عليهم. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة.